مشاهدي الفضائية الجدية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الأخيرة لهذا اليوم. ترأس رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مناسبة أداء القسم لمحمد أحمد تشوكو عقب تعيينه عضوا جديدا بالمجلس الدستوري. المناسبة حضرها أيضا رئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء ورئيس المحكمة العليا وعدد من مساعدي رئيس الجمهورية. التفاصيل لدى عائشة خليل بلال. جاءت مناسبة أداء القسم للسيد محمد أحمد شكو عقب تعيينه في 26 من يناير 2017 كعضو جديدا بالمجلس الدستوري. ترأس المناسبة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بحضور رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي ومعالي رئيس الوزراء باهيمي بداكي البير وعدد من معاوني رئيس الجمهورية. في بداية المناسبة قدم المدعي العام للجمهورية كلمة أوضح فيها أهمية العمل القضائي وإن مهام عمل المجلس الدستوري هي مهام كبيرة، طالبا من العضو الجديد محمد أحمد أشوكو العمل بإخلاص وجدية وضرورة السرية في العمل القضائي، وإن القاضي الدستوري مكلف بأن يعرف القانون الصحيح وأن يقول الحقيقة في مجال القانون وأن يعمل من أجل خدمة الشعب. من جهته رئيس المحكمة العليا سمير آدم النور طلب من العضو الجديد محمد أحمد شوكو بأن يؤدي القسم أمام الحضور وذلك على النحو التالي. Qui est ainsi conçu. Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge, dans le strict respect de mes obligations de neutralité et de réserve. Mission. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. وعقب ذلك طلب رئيس المحكمة العليا سمير آدم النور من العضو الجديد محمد أحمد شكو من تلك اللحظة بأن يمارس رسميا مهام عمله. وعقب مناسبة أداء القسم قد حظي العضو الجديد بالمجلس الدستوري محمد أحمد شكو بتهنئة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس الأعلى للقضاء متمنيا له التوفيق في مهامه، ومن ثم تلقى التهاني من رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي ومعالي رئيس الوزراء باهيمي بداكي البير وتهاني معاوني رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني برئاسة الجمهورية وتهاني العاملين بالمجلس الدستوري متمنين له النجاح في مهمته. ونذكر بأن السيد محمد أحمد شكو ولد في 14 من ديسمبر عام 1956 بمدينة مشيمرة بإقليم بحر القزل، متزوج وأبا لعدد من الأبناء، يحمل شهادة DSS في الحقوق وتقلد مناصب إدارية عديدة. وقبل تعيينه بالمجلس الدستوري كان يشغل منصب مستشارا فني لرئيس الجمهورية مكلف بإصلاح الأراضي.